إذا جوعان عمو أنا هلأ بحط لك الأكل. لا ما في داعي منقرش من هدول، أنا ما بحب أكل الليل كتير مشان ما يصير معي نفخة، أحسن شي نقرش من هدول وما تتعذبي بنوب. لا ما فيك تاكل من هدول لأنه انباعوا كلهم. قلتي انباعوا كلهم؟ ونحن شو رح ناكل؟ طبخت إلنا سبانخ عمي. أنت أصلاً ما فيك تاكل من هدول لأنه بيرفعوا لك السكر. إيه سبانخ. إيه؟ لكن كله نعمة الحمد لله. لكن يلا رح نحط السفرة. لو بتشوفي آسية كانت أخذة دور القائد، عملوا هيك وساووا هيك، وطبعاً يا ويلو اللي بيخالفها بكلمة. بس حلوة كتير فكرة الشغل، مستحيل تصدقي الشي اللي صار معنا. الصبح وزعنا الإعلانات، بالليل كانت مبلشة طلبات تجينا. مراد ساعدكم بالتوزيع؟ ايه هو. مو قدرانة تبعدي عنه ما هيك؟ لا شو هالحكي، هالقصة خلصنا منها. بس أنا مو هيك حاسة، هالقصة صعبة عليكي وعليك كمان، وحتصير أصعب بوجودكن مع بعض. يعني القصة أبداً مو سهلة. ما بعرف، يمكن يكون كل حكيك صح، بس أنا رح أوفي بوعدي لأبي وحتى مراد. خلاص بتصور هو اقتنع. بس اتنيناتكن بتعرفوا منيح إنه مستحيل هالشي. بس نحن مجبورين هيك نساوي على القليلة من ناحيتي. بس انتي بهالوضع حتتعبي كتير. ايه دخلك وشو رح تفرق معنا، ما نحن على طول هيك. خلينا نعمل شي منيح ونرد لها معروفة لنفس. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.